السلام عليكم. حلقتنا اليوم على الفول، قدر يكون فول من قب او لا بصارة. فالفول والبصارة فيهم مادة من اروع المواد، الدوبامين، اللي هي منها كيتصاوب بريكورسور، منها كيتصاوب الدوبامين، السعادة. وبالتالي الناس اللي كياكلوا البصارة كيحسوا بالسعادة. فالبصارة ولا الفول، اما بصارة اما لا شكل فول، في هذا الدوبا. الجميل هو ان البصره من غير الدوبا، وسيرتو لما كناخذوها في الصباح وفي هذا الفصل هذا، فهي ترفع الكروث هرمون او الهرمون دو كرواسانس، هرمون النمو. وهرمون النمو هو الهرمون اللي كيجدد لك البشره ديالك، كيجدد لك الشعر ديالك، الجسم ديالك، وكيبقى جسم قوي جدا، والعمر الايدي كيكون غادي مع العمر البيولوجي. فكانت هذه حلقه اليوم على الدوبا اللي كاينه في الفول، وهدية للناس اللي ماشيين كيقلبوا على الصوجة، والصوجة تعتبر من أخطر الأغذية. كانت هذه معلومات اليوم، إلى أن نلتقي في معلومة أخرى. خليتكم راحة، السلام عليكم.